السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة التطبيقات من كراسة الواضح في اللغة العربية، صفحة 157. أقرأ النص وأضبط ما كتب بلون مغاير بالشكل التام. أنا طفل نشيط، كنت ولا أزال أقوم بهذه التمرينات الرياضية أو تلك وسط الغابة، فهي المكان الطبيعي للرياضة والتنزه، وهي أيضا ذلك الفضاء الذي يمدنا بالأكسجين ويقلل من ثنائي أكسيد الكربون، كما يساهم في تنقية الجو الذي أصبح خانقا بسبب التلوث. لهذا صار لزاما أن نحافظ عليها، وبات ضروريا أن نحميها من أعدائها. إذن سوف نقوم بشكل ما كتب باللون الأحمر، كما يساهم في تنقية الجو الذي أصبح خانقا بسبب تلوث. لهذا صار لزاما أن نحافظ عليها، وبات ضروريا أن نحميها من أعدائها. إذن أفهم. لماذا اعتاد الطفل القيام بتمرينات رياضية وسط الغابة؟ إذن لاحظوا معي هنا، كنت ولا أزال أقوم بهذه التمرينات الرياضية أو تلك وسط الغابة، فهي المكان الطبيعي للرياضة والتنزه. إذن اعتاد الطفل القيام بتمرينات رياضية وسط الغابة لأنها المكان الطبيعي للرياضة والتنزه. إذن اعتاد الطفل القيام بتمرينات رياضية وسط الغابة لأنها المكان الطبيعي للرياضة والتنزه. من هم أعداء الغابة في نظرك؟ إذن عدو الغابة هو الإنسان، عدو الغابة هو الإنسان، لأنه هو الذي يتسبب في تلويثها بسبب تصرفاته الخاطئة، التصرفات والسلوكات الخاطئة. السؤال رقم 3، أجد عائلة كلمة الطبيعة. إذن طبيعي، نستطيع أن نقول طبيعي، مطبعة، انطباع، طبائع، تطبع، مطبوع، إلى غيرها من الكلمات. إذن عائلة كلمة الطبيعة، طبيعي، مطبعة، انطباع، طبائع، مطبع أو تطبع، هنا مطبوع. ما ضد نشيط؟ ضد نشيط كسول. يقلل يكثر. تنقية ضدها تلويث. أعداء أصدقاء، ضد كلمة أعداء أصدقاء. إذن سأعيد،
ضد كلمة نشيط كسول، يقلل يكثر، تنقية ضدها تلويث، وضد كلمة أعداء أصدقاء. أحول جملة أنا طفل نشيط إلى المخاطبين والمخاطبتين ثم الغائبين والغائبات، مخاطبين والمخاطبتين والغائبين الغائبين، انتبهوا الغائبين والغائبات. إذن أنا طفل نشيط، أنا طفل نشيط، أنتما طفلان نشيطان. دائما الصرف والتحويل يكون مع الشكل، طفلان نشيطان، المخاطبتين أنتما طفلتان، طفلتان نشيطتان. ثم إلى الغائبين والغائبات، إذن هم جيد أطفال نشيطون، هم أطفال نشيطون، هن غائبات، طفلات طفلات نشيطات. إذن المخاطبين والمخاطبتين أنتما طفلان نشيطان، أنتما طفلتان نشيطتان، الغائبين والغائبات هم أطفال نشيطون، هن طفلات نشيطات. ننتقل للسؤال رقم 5، استخرج من النص الجملة المناسبة للترسيم. ناسخ فعلي، اسمه ضمير، خبر منصوب، هذا كله سنجده في ما كتب بخط أو بلون مغاير. لاحظوا معي هنا، كما يساهم في تنقية الجو الذي أصبح خانقا. إذن أصبح ناسخ فعلي، اسمها ضمير، خانقا خبرها منصوب، خبر أصبح منصوب، صار أيضا ناسخ فعلي، صار، اسمها ضمير لزاما، بات ضروريا، إذن بات هو الناسخ الفعلي، اسمها ضمير، خبر منصوب، ضروريا. ننتقل للتمرين الأخير، أصحح كتابة أسماء الإشارة. إذن لاحظوا معي هنا، نحن نحافظ على هذه الغابات من هذا الخطر الداهم. لاحظوا معي هنا، عندي خطأين في اسم الإشارة، هذه وهذا، هذه وهذا، نحن ننطق الألف ولكن لا يثبت كتاب، لا تثبت كتابتها. إذن كتابتها الصحيحة هذه بهذه الطريقة، هذا أيضا لا تكتب الألف، هذا
كلمة ثانية، هذان راعيان عليهما صرف قطيعهما عن غابة الأركان. إذا هذان، هذان أيضا تحذف الألف، تنطق ولا تكتب. هاتان فتاتان منخرطتان في برنامج زراعة ألف شتلة. إذا هاتان نكتب الألف وننطقها، إذن هاتان. هؤلاء زاروا محمية سيدي بغابة قرب المهدية. إذا هؤلاء أيضا ننطق الألف ولكن لا تكتب. هؤلاء هذه هي كتابتها الصحيحة. هذا فضاء طبيعي للحفاظ على التنوع البيولوجي. أيضا كلمة هذا كما رأينا سابقا أنها تكتب بدون ألف رغم نطقنا للألف. إذا هنا لدي هذان كتابتها الصحيحة، هاتان كتابتها الصحيحة، هؤلاء أيضا خاطئة، هذه كتابتها الصحيحة، وهذا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. مع السلامة.